حديقة ستانمر بارك حديقة مرة كبيرة، مرة 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 كبيرة، ما فيها ألعاب ما فيها شيء، بس إنها على مد البصر تشوف خضار فيها جدا ساحرة. وعلى حسب المواسم تكثر فيها كرفانات للتخييم، ناس يباتون فيها يسوون باربيكيو بالليل. لكم الحدائق بالنسبة لي أنا اللي أفضله وأحبه، أحب ستانمر بارك لأنها خضار على مد البصر. هوف بارك بارك شيء ثاني، حديقة أول شيء جدا راقي، المنطقة اللي فيها من أرقى مناطق برايتون، معتنين فيها كثير، معتنين فيها كثير، فيها بلاي جراوند للأطفال. حلوة حلوة الحديقة جدا، يعني بوريكم كم صورة لها. بما أني تكلمت قبل شوي عن بحر برايتون، امتداد لبرايتون ملاصق على منطقة هوف، وهذا بحر هوف. بحر هوف شوية أحدى من بحر برايتون، بحر برايتون مرة مرة زحمة لأنه هو السنتر، بيتميز بهذه الأكواخ الصغيرة. الأكواخ الصغيرة تعتبر كستورج لهم لأنه بيوتهم صغيرة ما تكفي يحطون فيها عدة الصيف. بنشوفهم بالصيف كثير، يعني حاطين فاتحين بيوتهم أكواخهم، طاولات الكراسي يشون، يعني جو حلو. وحديقة ثانية اللي هي سانت أنوال جاردن، برضو موقعها في هوف، الحديقة برضو حلوة وفيها بلاي جراوند وقريبة من كل شيء. بارك من حدائق برايتون، الحديقة مرة مرة كبيرة، تعتبر أكبر حديقة في برايتون. طبعا كل حديقة يكون فيها بلاي جراوند، للبلاي جراوند فيها أماكن تمشي مرة جميلة، كذا حلو تروحون تستكشفونها. قد غطيناها قبل رمضان تقريبا. منطقة هوف في منطقة جدا جميلة اسمها الهوف لجان، طبعا بالإضافة إلى ألعاب الأطفال فيها ألعاب مائية جميلة. صراحة جدا جميلة، وأنا عن نفسي رحت لها أكثر من مرة. طبعا لازم نتحرى لما يكون الجو حلو وما يكون مطر. فيها إنه من أول ما ندخل يعطونا جدول، مثلا في وقت خاص نأكل فيه الحيوانات، في مسابقات للخرفان، كان جدول full of activities لحد ما تسكر الملاهي. في برضو قسم كذا اندور ألعاب داخلية لو كان في مطر. ما يسوى يعني إنه أروح في يوم ممطر، لو لا سمح الله مطرت في مكان أقعد فيه، لكن حالاته يكون الجو يكون حلو.
راوند ستون صراحة المزرعة جدا جميلة. كنا ندخل المزرعة ويعطونا سلال نقطف اللي نبي، وبعد كذا نطلع نحاسب على المحصول اللي جمعناه. تدخلون على موقعهم وهم راح يكتبون لكم كل شهر ايش المحاصيل اللي ممكن تقطفونها. شهر 5 و6 كان موسم الفراولة.